مخلوف اللي تم اليوم اختتافه من أمام المحكمة العسكرية بطريقة تحيننا إلى المظاهر كنا خلنا أنها انتهت مع ثورة 2011 ولكنها عادت للأسف بعد 10 سنوات من الثورة. طبعا عادت وعادت الأفعى وسنعود لها بالنعال. شوف خوفا من أنه يتعاود يتقطع الصوت مرة أخرى مانيش عارف. خليني نمشي مباشرة بصلب الموضوع. أنا جاي يعني قبل دعوتكم فقط باش توجه برسالة، تسمح لي باش توجه بها الرسالة هذه لأني خايف أنه يعاود يتقطع مرة أخرى. رسالة بسيطة جدا، هو عضوة الساعة 12 أمام المسرح البلدي في تونس وفي كل ولايات الجمهورية في الشوارع الرئيسية، توانسة لكم موعد مع التاريخ غدا. يعني حاجة من الاثنين، يا يعني إما أنه غدا شعب المواطنين ينتفض باش يكون مثل الشعب التركي يعني جدير بالديمقراطية بالحرية، وإلا لا قدر الله فإننا سندخل في دوامة يعني من الاستبداد لا نعرف متى نخرج منها. المهم هو أن غدوة الناس تخرج تتحمل مسؤوليتها، والمهم هو أن الناس غدوة يعني تخرج بصفة حضرية بصفة سلمية باش يشوفوا الفرق ما بين تلك يعني الرعاع الذين خرجوا يوم 25 مارس يوم 25 جويلية بالسب وبالشتم وبالحرق وبالإهانة وبالإذلال، وبين شعب المواطنين اللي يخرج بكل حرية وبكل انضباط وبكل مسؤولية. وأريد أن أطلب أيضا من المؤسسة الأمنية والعسكرية أن تحمي شعب المواطنين غدا، لأنه ممكن أن هؤلاء الناس اللي يعني العنيفين الاستبداديين الفاشيين يمكن يتحرشوا بالمتظاهرين ويحاولون جرهم إلى العنف. هذه هي رسالتي غدا، يعني يوم مفصلي يمكننا غدا إن شاء الله من استعادة حريتنا. نعم.